السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده إن شاء الله هنشرح منهج كونكت جريد 2. كونكت العادي هو مدارس عربي حكومي لغات أو تجريبي، ده كونكت الأساسي. طيب ده الوحدة الأخيرة في المنهج، يونت 6 الوحدة السادسة. عارفين طبعا إن كان في قصة السنة اللي فاتت على في آخر المنهج، لكن هم لغوها السنة دي عن من أولى وثانية وثالثة ورابعة وخمسة وستة وسابوها على الكونكت بلس بس. طيب اليونت 6 بيتكلم عن إيه؟ بيقول لي healthy lunches. healthy lunches يعني ايه healthy lunches؟ healthy يعني صحي، وكلمه lunch دي معناها ايه؟ معناها غدا، لكن لما احط ليها اي اس واجمعها مش معناها غداءات، معناها وجبات. يبقى healthy lunch. تعال نشوف ايه الصوتيات اللي فيها. الاي اي بتعمل شورت اي، ايه 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 ايه، حاله شاذه. يعني ايه حاله شاذه يا مستر؟ شايف الكلمات دي؟ كلمة head، كلمة bread، كلمة healthy. الكلمات دي الـ EA بتعمل فيها short E، إيه إيه إيه، المفروض أقولها E زي كلمة إيه؟ زي كلمة heat، حرارة. لكن الحالات الكلمات دي حالات شاذة، head بنطقها short E، إيه إيه، head، bread، healthy، تمام؟ طيب فهنا إيه؟ hell hell، والـ TH بنطقها إيه؟ زي حرف الثاء، health، والواي أي كلمة طويلة فيها واي في الآخر انطق الواي لونج اي، اي healthy healthy. طيب نيجي بعد كده كلمة لا، اليو صوته ايه؟ اه لا لا، حط الان لان، السي اتش بنطقها تشا، لانش، اوعى تقول لانش، لانش في تي خفيفة، وعشان الكلمة اخرها سي اتش بنجمعها بايه؟ بي اس. احنا عارفين ان الجمع اللي اخره، ركز معايا، الجمع اللي اخره اي اس او اس اس او اكس او اس اتش او سي اتش او او بنضيف لي ايه؟ اي اس. فين بنضيف لي؟ بنضيف لي اوكي تعال، بنضيف لي ايه؟ اي اس. فين اي اس؟ في عز الدين ملازمنا على طول. اس او اس اس او اكس او اس اتش او سي اتش او او بنضيف لي اس. الجمع العادي بنحط لي اس، وعند الجمع ده بنضيف لي اي اس. كلمه لانش ما ينفعش اقول احط اس بس، اقول لانش غلط، لانشز، تمام؟ طيب ويبقى healthy lunch معناها وجبات ايه؟ صحيه، وجبات غداء صحيه. تعال نشوف الايه الكلمات اللي عندي. اول حاجه عندي بيقول لي ايه؟ food. food يعني الاول اطعمه. اطعمه زي ايه يا مستر؟ تعال نشوف الاطعمه اللي عندنا ايه. اول حاجه عندي كلمه grapes. grapes يعني عنب، grapes، وناس كتير بتنطقها غلط وعليها grapes، لا grapes. ليه يا مستر؟ انا عندي حرف الاي وحرف ساكن وحرف اي، في الحالة دي هنطق الاي بايه؟ باسمه. ما ينفعش اقول جرا، جريبس، عنب، جمع. الحالة الأولى من اللونج اي لما يكون عندي زي كلمة ميك، لما يكون عندي اي ساكن اي هنطق الاي باسمه. زي كلمة كيك، لما يكون عندي اي ساكن اي الماجيك اي هنطق الاي باسمه. ما ينفعش اقول كا كيك، ليه؟ عشان في اي في الآخر، تمام؟ نكمل. جريبس يعني ايه؟ عنب. كلمة فرايز يعني بطاطس، فراي، ركز معايا. هنا عندي الاي اي بتعمل لونج اي، فرا اي، جبتها منين يا مستر؟ بص كده معايا، كلمه زي كلمه تاي، كلمه زي كلمه باي، الاي اي بنطقها ايه؟ اي، دي حاله مهمه جدا من لونج اي، وخدناها قبل كده في كورس الفونكس. فرا ايز، فرايز، والاس بنطقها زي، فرايز، فرايز. ايه كمان عندي؟ عندي تشيكن، السي بلس اتش تشا، حط الشورت اي تش تش، حط السي كي تشيك، حط الاي ان chicken يعني دجاج، chicken chicken، الاي ايه والاي ايه، chicken. كلمه chicken لوحدها يعني كتكوت، chicken. شوف بقى عامل ازاي في الاي والاي، chicken 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 يعني دجاج. بعد كده عندي بيض يعني ايه؟ eggs. خد بالك من نطق حرف الاي، بنطقه مفتوح كده eggs، the e makes a sound، ايه 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 ايه، eggs، ايه ايه eggs، ما اقولش eggs eggs. ايه كمان عندي؟ عندي fruit. fruit يعني ايه؟ fruit يعني فواكه. اليو او اليو اي بتعمل او، fruit زي كلمة food بالظبط، او او fruit، تمام؟ نكمل باقي الكلمات. بعد كده عندي كلمة ice cream. ice cream نفس الحكاية، زي ما قلنا الاي ساكن اي بتعمل لونج اي،
برضو الاي ساكن اي بتعمل لونج اي. الماجيك اي اي لما تشوف حرف متحرك وحرف ساكن وحرف الاي انطق الاي باسمه، والسي جاي وراها اي هنطقها ايه؟ س س س، والسي جاي وراها اي هنطقها س. كره ايم ده اللي بقول لك عليه. اوكي الاي اي اي احنا قلنا اهو الاي اي اصلا الاصل فيها الاي اي الاصل فيها ايه؟ اي، لكن دي حاله شاذه. ايس كريم يعني ايس كريم يعني كريم مثلج. بعد كده عندي كلمه برجر يعني ايه؟ يعني برجر. ركز معايا ما اسمهاش برجر. بص كده معايا اليو ار دايما بنطقها اير. ركز معايا اليو ار بنطقها اير. شايف الكلمه دي كلمه ايه؟ نير نيرس نيرس، ما تقولش نيرس نيرس. زي كلمه يحترق ها بيرن، زي كلمه يوم السبت ساتر دي، ما تقولش ساتر سادر اير اير. اي يو ار انطاها اير. زي كلمه فرو فير فبقول برجر نفس الصوت اي ار والاي ار برجر برجر، تقول برجر غلط. ده بالنسبه لايه؟ للاكلات. تاني حاجه عندي بقول لي درينكس. درينكس يعني ايه؟ المشروبات. وخد بالك الدي مع الار في اي كلمه انطقها كده درا درا، فتقول دراي درينك ما تقولش درينك. تمام درايف تمام دراي درينك درايف، ما تقولش درينك ولا دراي. خلي نطق ابنك صح علشان يمشي في طريقه صح. طيب فاسمها درينكس. درينك يعني يشرب، حط الاس يبقى مشروبات. زي ايه؟ بنشرب والله بنشرب ميلك لبن ما الك. لو ملاحظ حاجه ده شورت اي، ملاحظ ان حرف ال بص كده ميلك ما قلتش مل مل مل. هل ليها سبب؟ اه حرف الاي حرف ال لما يجي قبله اي او اي او 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 يو او اي سواء شورت فاولز او لونج فاولز بنطقها كده ال، فبقول ميلك 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 ميلك. اوعى تقول ميلك 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 ميلك. ريبيت افتر مي. ايه كمان تاني؟ بشرب تي. بشرب ايه؟ تي. برضه نفس الحكايه الاي اي بتعمل لونج اي اي تي. بشرب كمان جوس عصير، برضه اليو اي بتعمل او جو، والسي جاي وراها اي بنطقها س جوس. بشرب كمان واتر. واتر يعني ميه. الاي لما يجي وراها دبليو بنطق الاي او. بص كده معايا وا واز ها وا وانت ها وا واش ها وا واتر، والتي جايه من حرفين متحركين هنطقها فلاب تي واتر 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 واتر. تاني فود جريبس فرايز تشيكن ايجز فروت ايس كريم برجر درينكس لايك ميلك لايك تي لايك جوس لايك واتر واتر. طيب بعد هنا محادثة بقول لي ايه؟ بقول لي جرامبا وود يو لايك سام تي؟ وود يو لايك سام تي؟ عندي قاعدة مهمة جدا جدا في المحادثة. ايه هو؟ امسح دي عشان نعرف نكتب هنا. ايه هو؟ لما اجي اطلب حاجة اطلب حاجة بطريقة مهذبة، او اعزم على حد في ضيف عندي وعايز ابين ان انا مؤدب جدا جدا جدا، استخدم ايه؟ هستخدم وود يو لايك. انا بعزم عليه بايه بقى؟ سام سام اي حاجه، سام تي سام جوس سام بريد، وحط ايه؟ كويشن مارك في اخر السؤال. احنا وي يوز ذا كويشن مارك ات ذا اند اوف ذا كويشن، بنستخدم علامه الاستفهام في اخر ايه؟ السؤال. طيب ايه الفرق بين وود يو لايك سام تي او دو يو لايك سام تي؟ ايه الفرق بين الاثنين؟ الاثنين واحد. هنا بقول لك هل ترغب او تود او انت عايز شويه شاي، هنا هل ترغب او تود. طب ايه الفرق بين الاثنين؟ الفرق بينهم ان انا ايه؟ when you offer something politely، لما تعرض حاجه على حد بطريقه مؤدبه. عارف عامل زي ايه في اللغه العربيه؟ لما اجي اقول لك لو سمحت ممكن اشرب، او هات لي المشرب، انا قاعد عندك في البيت اشرب ممكن اشرب ممكن اشرب عادي محدش هيقول لي حاجه. ممكن وانا قاعد اقول لك لو سمحت بعد اذنك لو تفضلت ممكن اشرب، هي هي بالظبط هي هي بالظبط. هنا انا طلبت اشرب طلبت اشرب، لكن الاولانيه عاديه، الثانيه ببان فيها ان انا مؤدب جدا جدا جدا. عايز ابان ان انا مؤدب هستخدم would you like some واحط الحاجه. اوكي would you like some tea would you like some grapes would you like some orange. نعم
عايز اشرح. طيب do you like some، هي نفس المعنى، هل ترغب او تود، انت عايز بعزم على حد بحاجه، لكن ده انا مؤدب جدا، وهنا انا برضو عادي يعني، مش لا مؤدب ولا حاجه، عادي زي اي زي كل الناس. تمام، الولد قال له جراندبا would you like some tea، عايز شويه شاي لجده. جده قال له no thanks you I'd like some tea. طيب الرد بتاعي ايه؟ الرد بتاعي حاجتين. تاني ركز معايا، لو انا قاعد في بيت غريب no، طبعا بعد no او yes بيجي كومه، no thanks. ها لو انا قاعد في بيت غريب وحد ضيف عند حد واول مره اروح له هقول ايه؟ نو ثانكس، انا مش عايز اشرب الحاجه دي، الحاجه اللي بقدمها لي دي هو احدد لي نوع معين شاي او قهوه انا مش عايز اشربها، هقول له ايه؟ نو ثانكس. طب قاعد عند بنتي، عند اخويا، ها هقول ايه بقى؟ نو ثانكس، وبعدين ايه؟ I'd like، انا اود او ارغب سم مثلا جوس، عايز شويه ايه؟ شويه عصير. مش فاهم يا مستر، ممكن توضح اكتر؟ بص انا قاعد عند واحد اول مره اروح البيت وقال لي تشرب شاي، اقول له شكرا مكسوف. لكن لو قاعد عند بنتي في البيت وقالت لي بابا تشرب شاي، اقول لها لا انا عايز شويه عصير ومعاهم حته كيكه ومعرفش ايه، بيت بنتي. تمام، عند اخويا في بيت ابني سهل جدا، هي نفس الحكايه، نو ثانكس انا مش عايز اشرب حاجه ما بحبهاش، لكن انا بقى نو ثانكس ايد لايكس، هطلب بقى بيت 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 انا واخد عليه، بيت صاحبي مثلا، بيت اي حد معرفه، فهفتح الدنيا شويه، ده محادثه مهمه جدا جدا جدا. طيب قال نو ثانكس ايد لايك، كلمه ايد لايك بتساوي اي وود، هي ايد لايك سام جوس. البنت بتقول would you like an egg؟ an egg عايز بيض؟ قال ايه؟ قال yes please. طبعا نفس الرد هنا، لو انا مش عايز no thanks، لو انا عايز yes please وبعد no او yes بيجي ايه؟ كوما. هنا would you like some chicken؟ yes please that looks yummy. ده يبدو ايه؟ يبدو ممتع او يبدو لذيذ. تمام؟ طيب offering things politely، زي ما قلت لك تعرض شيء بحاجه مؤدبه، هستخدم would you like. تمام؟ طيب اعرض حاجه بطريقه عاديه هحط ايه؟ هحط do you like. تمام؟ طبعا لو انا هحط هنا حاجه تعد، يعني ايه؟ would you like some would you like، عايز اقول له انت عايز تفاح، would you like an apple، عايز تفاحه، بعزم تفاحه واحده. تمام؟ طب انا هعزم بكتير هحط some. تمام؟ طب لو حاجه مفرد، حاجه مش بتدي حرف متحرك هقول ايه. تمام؟ مثلا ايه؟ ووتر ميلون، انت عايز بطيخه، يبقى عندي الحين بحط صم او ان او ايه قبل الكلمه المفرد تبتدي بحرف ساكن، ان قبل الكلمه المتحرك تبتدي بحرف متحرك، وصم لو انا هحط حاجه معدوده او غير معدوده، يعني صم ووتر الميه هنا غير معدوده، صم جوس البرتقال او العصير مش هعرف اعده. تمام؟ او صم ابلز حجم بقى ذا صم ابلز. تمام؟ او صم وودر ميلونز. تمام، مهم جدا ايه جدا، يبقى عرفنا ازاي نعزم على حد بطريقه مؤدبه وطريقه عاديه، ونرد ازاي لو انا في بيت حد غريب، ولو انا في بيت حد معرفه ارد ازاي. ده بالنسبه لشرح الدرس الاول من الوحده السادسه، لو حابين نكمل دوس لايك وشير عشان نكمل، لو حابب تشترك معانا في مناهج الترم الثاني دوس على اللينك اللي تحت، هيوصلك بيا مباشره ونتكلم في التفاصيل سواء كونكت او كونكت بلس او ماث او اي ماده انت محتاجها ان شاء الله. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.